السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على اليوتيوب والتيك توك والتليجرام، حياكم الله جميعا عيلة الأكابر. اليوم قبل ما بلش بأي خبر أو أي شيء بدي أقول الرحمة للشهداء اللي سقطوا بسوريا وتركيا، الصبر لأهليهم. بالفعل مأساة كانت جدا كبيرة الزلزال اللي حصل، ويا رب يفرج عن الشام وأهل الشام يا رب. نحن ساعدنا العائلات بسوريا على قدر الإمكان، أتأمل من كتير ناس أنه تساعد على قدر المستطاع. اليوم معنا شباب كتير أخبار من الفيدرالي الأمريكي واجتماعه، وأيضا عملات رقمية، عملة بمبات، وأيضا أخبار إيجابية عن السوق. حنختم بتحليل الذهب، خليك معي لآخر الفيديو. بس قبل ما بلش بحب أقول لك نحن عنا أكاديمية لتعلم التداول وأيضا صفقات استثمار ومضاربة، ولله الحمد عم تحقق مكاسب كبيرة. تفضل لنا على رابط التليجرام مثبت بصندوق الوصف للفيديو. تمام شباب، خلينا نبلش. طيب يا شباب، مثل ما لكم شايفين اليوم عملت جي ار تي عملت ارتفاع كتير كبير 54%، سولونا عملت ارتفاع، البندر كتير عملات شباب، ولله الحمد شباب الأكاديمية الآن محققين كتير مكاسب. خلينا الآن نروح للأخبار. نحن عنا جروب مثل ما قلنا لكم شباب، بنحلل صفقات يومية ونحط أهدافها، ولله الحمد عم يحققوا أخواتكم كتير مكاسب. خلينا نفوت معنا أول خبر شباب، مايكل سيلر تسجيل صوتي. في ناس قالوا لا هذا مو إله مطبق أو شيء، عم بيقول إنه بدي بيع كل البيتكوين وما مصدق إمتى بيعه لأنه صار مثل الهم على قلبي. طيب معنا أيضا فيديو بيحكي عن اتجاهات البيتكوين والأمان فيه شنو صاير، تمام، وآخر 14 سنة قديش بيانات صارت بالبيتكوين. فيكم تشوفوا الفيديو على الشورت. أيضا مثل ما لكم شايفين هذا الفيديو، خلينا نشوفه كتير مهم، عمليات التشفير بالإرسال والاستقبال للبيتكوين. تمام شوفوا شباب، هاي هي البلوكشين. طيب فينا تفوتوا على جروبنا شباب وتشوفوا جميع الفيديوهات. هاي مايكل سيلر هون عم بيقول انه بيعمل لايتنج بيتكوين، يعني شيء عملة الارسال واستقبال فيه رخيص ماله غالي، وايضا حتلاقي استقبال للناس كتير كبير. معنا هذا الخبر. طبعا هذا الشهر حصل كتير احداث، مثل الملك هاري اصدر كتاب عن العائله البريطانيه وفتح كتير امور، ايضا ايلون ماسك نشر كتير امور عميقه بامريكا وعن الدوله وفتح كتير امور، وايضا بايدن لا وثائق سريه عنده ما لازم تكون موجوده. فانا نشوف شو في كمان لسه الشهر مصايب بدها تصير. طيب نروح للخبر اللي بعده، منه شمروخ السوق أبو علي زيزي باينس. شو عم بيقول هون؟ عم بيقول كان في حفلة بالهاوس رو واستمتعنا فيها وكل هالأمور، في ناس أخذت صور معي نزلتها على التليجرام واستغلت هاي الصور وقالت إنه زيزي حيروج لعملتنا وإلى ما هنالك. بحب نبه كل هالناس، وهيك عم بيقول زيزي، إنه هنحطكم بالبلاك ليست إذا استخدمتوا هذا الأمر وما عاد نتعامل معكم، يعني بالقائمة السوداء. فلذلك هو كان بيقصد على فلوكي، الله أعلم. طيب مثل ما لكم شايفين هذا للتعدين العملات الرقمية البيتكوين بكندا على التبريد المي، فكتير جميل شوفوا الفيديو. لونا كلاسيك هون سعر عم يرتفع للأعلى من المستوى اللي وصلت له بنوفمبر، وهذا شيء جميل وإن شاء الله بتحقق ارتفاعات جميلة. معنا هذا الخبر المضحك، فضحوا بعض اليهود كما بيقولوا. نفتي ليبينيت عم بيقول بمقابلة انه حكى مع بوتين وقال له بدك تقتل زيلينسكي، قال له لا ما رح اقتله، قال له اكيد، قال له 100% ما رح اقتله ومالي فيه. فاتصل بزيلينسكي وحكى معه وكان بالابو زيلينسكي، قال له وين انت؟ قال له بالابو، قال له انا حكيت هلا مع اللهم صل عليك يا نبي بوتين، فلاديمير بوتين، وقال لي ما رح يقتلك، انا متاكد اكيد، قال له نعم متاكد 100%. قام سكر معه المكالمه وطلع من الابو فورا، طلع لبرا وصار يحكي مع الناس انا لست خائفا. يعني شجاع زيلينسكي، شو بدكم بالحكي؟ معنا جينيت هون عم بتقول انه انتم عم بتقولوا في ركود اقتصادي، طيب جميل، البطاله بامريكا نقصت
وأكثر من 50% قدرنا يعني نحسن هالأمور هي. ليش عم بتقولوا في ركود اقتصادي قادم؟ فهمونا شو القصة. فكأنه مفتعل عم تقلون جاريت هي بالكونغرس، تمام؟ الأمريكيين الآن عم بيعيشوا من راتب لراتب، من بيشيك لبيشيك، تمام؟ يعني أكثر من 50% من الأمريكيين بالفعل في ناس عندها وظيفتين أصبح كتير من الأمريكان. طيب نروح للخبر اللي بعده. فيزا الآن عم تختبر عملة رقمية ثابتة للمدفوعات على شبكة إيثيريوم، هذا إيجابي للعملات الرقمية. جيم كريمر عم بيقول إنه الركود الاقتصادي قادم مهما كان، يعني no matter what، ما تقول لي رح يجي الركود الاقتصادي، أنا اسمعوا شو بيحكي بعدين، سركزوا بكلامه، تمام شباب؟ جوجل هون عم تحكي على شات جي بي تي إنه عملت معه شراكة، وهذا الأسبوع حيصير يعني تطوير للشبكة تبعها مع شات جي بي تي، وهذا شيء أيضا جميل. طبعا هون هذا الخبر نسينا نقرأ لكم يا باينانس عملت سسبندد، يعني وقفت المدفوعات على الدولار الأمريكي بالولايات المتحدة، لأنه في مشاكل للبنك الأمريكي تمام بتحاول تصلحها، وعلى ما أعتقد يمكن رجعت الشبكة للعمل، يعني كان الأمر عادي. طبعا نشرنا فيديو لتتعلموا كيف تسجلوا على منصة باينانس المبتدئين وشو الشغلات الجميلة بمنصة باينانس، تمام. طبعا البارحة نشرت هالصورة جميلة جدا للبيتكوين، بتحكي انه البيتكوين عم يجمع وان شاء الله في صعود مثل ما الكل شايفين قبل هذا الصعود يلي صار اليوم، ولله الحمد قدرنا نورجيهم للناس انه نحن دائما متابعين الاخبار اول باول. طبعا الفيديوهات جميلة للبيتكوين الحاملين له. عندنا هي الصورة كتير مهمة، بتحكي على المعدلين للبيتكوين الآن عم يعدلوا أكثر من قبل مثل ما نكون شايفين، 40,000 يعني حبة صاروا معدلين لحد الآن فيك تقول، فهذا شيء كتير جميل وأيضا بيعطي قوة للبيتكوين. طيب الآن عم يحكي الخزانة الأمريكية للديون يمكن تفشل هاي السنة بدفع ديونه، هذا حيؤدي لكارثة. هل حتتضرر سوق العملات منه؟ الله أعلم، لأن سوق الأسهم ممكن يهبط ويتدمر كتير أمور. طيب خبر اللي بعد منه، باينانس الآن تبرعت $100 للضحايا يلي بتركيا، وهذا شيء جميل أيضا أنه قدموا يعني للضحايا بتركيا للزلزال، الحمد لله. يعني هن صحيح عم يسرقوا العالم باللكودة، بس ما رح نقول غير أنه منيح عم يدفعوا للناس، تمام شباب. خلينا نحكي الآن عن البنك بإنجلترا. البنك بإنجلترا الآن عم بيعمل إنه يكون عملة رقمية ثابتة مثل اليورو، تمام، CBDC، وأيضا حتنطلق بالأيام القادمة، وهذا شيء جميل للعملات الرقمية. جيم كريمر صرنا كلنا بنعرفه شمروخ السوق، عم بيقول الآن البول ماركت يعني الآن بلاش الصعود. قبل شوي قلت ركود اقتصادي وبيعوا عند ال 19 كل يوم بدقيقة أو كل يوم بشكل. طيب الفيدرالي الأمريكي بالاجتماع عم بيقول كريس جيروم عم بيقول إنه هاي السنة 2023 كتير سنة منيحة وما حيكون فيها ركود اقتصادي، وإن شاء الله التضخم كل ماله عم بيقل، إن شاء الله من تمك لباب السماء ما تطلعونا فنطي جديد هذا الشهر. طيب شيبا إينا كلها تصلنا بنعرفها، عملت شيبا إينا والآن وصلت لأعلى مستويات، وبالفعل والناس بعد عنا الخوف وصارت إيجابية بشراء العملة، وبالفعل حققوا شباب الأكاديمية مكاسب كتير منها. طيب يا شباب الآن نحن بدنا نحلل الدعم، وين أفضل مناطق للشراء؟ الآن فيكم تشتروا الذهب على منطقة 1867، إن شاء الله بيضرب أعلى قمة، تمام، يلي هي مثل ما كنت شايف هي 2069. طيب وعندنا كمان خط دعم تاني أيضا له 1800 وأيضا 1600، تمام شباب، إن شاء الله حتحققوا مكاسب من الذهب، هي نصيحتي لكم، تمام شباب. هلا كتير السائل حيسألني من وين أستاذ أحمد بقدر أشتري الذهب؟ شباب من عند الصايغ، ليرات ذهب، أي شيء
عيار 21 24 إن شاء الله حيرتفع الذهب عن قريب، وهي السنة حتكون سنة بامتياز للذهب. ركزوا على كلامي تمام شباب. هذا كان كل شيء معنا من أحداث ومن تطورات بدر لك بالنهاية. That is not financial advice, but I'm always right. I'm always right. Stay safe and see you soon, guys. Bye bye.